أنا أقول لك شيء، وأنه أنا في اعتقادي الفريق الوطني سيصل إلى كأس العالم في صورة أفضل بكثير مما كان سيصل عليها عندما كان على رأس واحد خليل وديتش. للأمانة أنا أقول لك على أن الكثير من الغيوم اللي كانت كتلبد سماء الفريق الوطني يعني تبددت بالكامل. الحالة النفسية ديال اللاعبين حالة ممتازة جدا، الخطاب اللي كي يربط وليد الركراكي باللاعبين خطاب إيجابي، الطاقة الإيجابية اللي عند اللاعبين ديال الفريق الوطني طاقة كبيرة جدا. أنا شخصيا وأقول لك هذا الكلام على أنه قبل ثلاث أيام وأنجزت حوار حصري انفرادي مع المدرب روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي اللي غادي يكون واحد من المنتخبات القوية اللي غتنافس على كأس العالم. لما تحدثت له على الفريق الوطني قال لي أنا كنت أعرف الفريق الوطني، ولكن أنا موقن على أن اليوم هو فريق بروح جديدة بأسلوب جديد لأن مدربه جديد، وهذا المدرب غادي يعطيه دينامية جديدة. بالكاد قال على أنه ما إن كنت قد حفظت الفريق الوطني بتفاصيله على عهد وحيد خليل وديتج حتى جاء وليد دونك ليوضعني في صورة مختلفة تماما. فإذا هذا الانطباع اللي كيصدروا الفريق الوطني لنفسه المحيطه الصغير وأيضا للمنتخبات اللي غادي نفس، أعتقد هذا نقطة قوة يجب التركيز عليها. فلذلك فريقنا الوطني أتصور على أنه سيصل إن شاء الله إلى كأس العالم في حالة كاملة من الجاهزية البدنية الفنية التكتيكية وبالخصوص الجاهزية الذهنية. لأن يعني كنعرفوا كثير على أن منافسات مثل كأس العالم مثل الألعاب الأولمبية مثل كأس أفريقيا الأمم كتطلب على أن الفريق تكون عنده روح المجموعية اللي حاضرة وعلى أن يكون الجانب الذهني جانب متطور جدا. من هذه الناحية أنا لا أخاف ولا أشك أيضا في أن الفريق الوطني غادي يقدم كأس عالم تليق بتاريخ كرة القدم الوطنية. أمنا كبير على أنه يكرر ما أنجز سنة 86 ويتخطى الدور الأول ولو في وجود منتخبين قويين أو ثلاث منتخبات قوية، حتى لا نتحدث فقط على المنتخب الكرواتي وعن المنتخب اللي هو وصيف بطل العالم، منتخب بلجيكي اللي هو ثالث منتخبات العالم، منتخب كندا الآن اللي هو قوة صاعدة على مستوى كرة القدم الشمالية بدليل أنه هزم ذهبا وإيابا المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية. تصوري برغم صعوبة المجموعة احنا تعودنا على أن الأشياء الجميلة تولد من هذه اللحظات الصعبة. من كان يقول سنة 86 والفريق الوطني يتواجد في مجموعة فيها إنجلترا بولندا والبرتغال على أنه سيتصدر المجموعة وقد